الطبق الطاير. الله يرحمك يا بابا. جاهز يا سلكة؟ فرصتك جت. امال يا سيدي الناس، يا دولي يا محتمل. ركز يا سلكة، وحياة ريتا عندك. ريتا دم في ده يا أسطورة الـ NBA. جاهز يا ريس، انا عدها. اول ما هتاخدوا جهاز يلا اسقم طبيعي هتعوزوا تركبوه، اكيد مش جايبينه نحلف عليه يعني. خطوات التركيب سهلة وبسيطة، طبعا لازم يكون عندنا طبق من الاول. سلكة مش ده يا سلكة، ولو ما عندكوش هاتوا طبق وركبوه. بنحط الكابل اللي جاي من الطبق هنا، وبعدين نحط كابل الـ HDMI ونوصله بالكهرباء ونجيب الريموت. حبيتي كم مرة؟ مرة. بتلعبوا ايه جاكم خيبة؟ هاتوا الريموت. اول ما نفتح هتظهر لنا الصفحة دي، دوسوا اوكي. بقى هتظهر لنا الشاشة دي، هندوس اوكي تاني واوكي تاني وكمان اوكي عشان الحبايب. ظهرت شاشة تحديد الإشارة، دوسوا أوكي برضو. خلاص خلصنا، ألف مبروك، أنتوا دلوقتي شغلتوا جهاز يلا وسأل. هيا سباب القناة. تفعيل يا ريس. صح، آخر حاجة هتطلعوا رقم الكارت الذكي من العلب وتبعتوه على الواتس. ما عندكوش واتس؟ خلي أي حد من عيالكم ينزل لكم واتس ويبعت رقم الكارت على رقم 02 38 279 32. لا 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 ما تستغربوش، ده رقم واتس عادي، هنستنى رسائلكم. وعيشوا بقى في القناة. انا اسف يا ريس، اخر مره والله.